التراب الوطني المغربي في مواجهة سيخوضها بعد قليل برسم منافسات كأس العالم في كرة القدم السداسية. نتمنى استثمار هذه الفرصة. التصويب خط هنا اللقطة الماضية المنتخب الوطني المغربي، هنا فرصة إمكانية تسديد الهدف الأول. جول 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 ينجح هنا اللقطة الماضية تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، منحت المنتخب الوطني الأسبقية. مسجل الهدف الوحيد لحد الآن في مقابلة اليوم. هنا فرصة تمرير، التسديد حارس المرمى، هي تصدى لتسديدة زويتني. شوف تلك الكرة، فرصة محاولة إمكانية التسديد الهدف الثاني. جول الجول أسامة، أسامة لفني اثنين مقابل شيء، مجهود كبير أسامة مسجلا الهدف. هنا محاولة، فرصة روس تسديد، التسديد الكرة اصطدمت الوطني العرضية، الهدف. جول 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 للمنتخب آخرا للمنتخب الوطني، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. كرة طويلة حارس المرمى يتحصل على خطأ، محاولة المراوغة هنا فرصة المراوغة والهدف. جول للمنتخب الوطني في هذه المقابلة الكروية، الهدف الرابع اللقاء. حكم يعلن عن اللقطة. المنتخب الوطني للتسجيل، هنا محاولة، فرصة ينجح في المراوغة، هدف. جول جول جول، هدف آخر المنتخب الوطني. هنا الطريقة، هنا الطريقة اللي راوغ بها حارس المرمى ميلتون روس. هنا فرصة أخرى، الهدف السادس. يواصلون التألق ويواصلون الإبداع في هذه المقابلة. مصطفى يسجل، هنا اللقطة، وصلته الكرة دائما للمنتخب الوطني. الحكم يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة المنتخب الوطني، فرصة لتسجيل هدف في هذه المقابلة. نعم الهدف السابع، نعم الهدف السابع، جول الهدف السابع للمنتخب الوطني. هنا اللقطة، هدف آخر، الهدف السابع على لقب هذه. وفي هذه الأثناء حكم اللقاء يعلن عن نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني المغربي ب